والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، وتقدمها لحضراتكم ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا أميمة ومحمد، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. دعا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة، حيث شهدت صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على ارتفاع صادراتها خلال عام 2021 لتسجل نحو 6,700,000,000 دولار، وذلك بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق، بما جعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صادرات مصر خلال العام. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالي 2022-2023. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب سفير بلجيكا في مصر فرانسوا كورني لبحث سبل الجذب للاستثمارات البلجيكية إلى مصر، وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المؤسسي مع الهيئة بهدف متابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالبلدين، وكذلك حل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والآليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر. سجلت قناة السويس أرقاما قياسية خلال شهر يناير الماضي من حيث أعداد السفن والحمولات ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال شهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، وقد عبرت القناة نحو 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022، وذلك مقابل عبور 1594 سفينة خلال الشهر نفسه من العام 2021، بإجمالية حمولات صافية قدرها 106,100,000 طن، وذلك مقابل 104,200,000 طن خلال شهر يناير من العام الماضي. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر سفير اليابان الجديد بالقاهرة أوكا هيروشي، وذلك لبحث سبل الدعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد وزير الكهرباء على اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون بين وزارتي الإسكان والموارد المائية. من جانبه أشاد سفير اليابان بالقاهرة بعمق العلاقات المصرية اليابانية، معربا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن السجيني بهدف مناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة. جاء ذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تسهم فيها المؤسسة من أجل دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير، كما أكدت أهمية استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية، وكذلك اتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات. أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أن المحافظة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لهدف توفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء المحافظة، مشيرا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين. جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها لمتابعة سير العمل بالوحدات التي تم تسليمها، وكذلك البدء في أعمال الإنتاج، وقد تضمنت الوحدات نماذج لمصانع منتجات غذائية وزراعية وأنشطة مكملة.
إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول منخفضة. وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747 مليار و798 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إف 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11527 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إف 70 والذي تراجع بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة. كما هبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان والذي انخفض بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و75 قرشا للبيع. اليورو سجل اليوم 17 جنيها و88 قرشا للشراء و18 جنيها للبيع. الجنيه الاسترليني 21 جنيها و20 قرشا للشراء و21 جنيها و35 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات 26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي الى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1819.17 سنتا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 684 جنيها، عيار 21 798 جنيها، عيار 24 سجل 912 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب اليوم إلى 6418 جنيها. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 7 سنوات ليسجل نحو 92 دولارا للبرميل، وذلك وسط توقعات بزيادة المعروض في الفترة المقبلة. وقد هبط سعر برنت بنسبة 73 سنتا أو بما يعادل 0.8% ليسجل 91 دولارا و96 سنتا للبرميل. الخام الأمريكي الوسيط أيضا تراجع بنسبة 60% ليسجل 90 دولارا و80 سنتا للبرميل. نتحول إلى منطقة الخليج، حيث تباينت أسواق المال بالمنطقة، في حين سجل مؤشر دبي الرئيسي أفضل أداء على مدى 10 جلسات. وقد أغلق مؤشر دبي على ارتفاع بنسبة 77%، كما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.5%، محققا مكاسب لثالث جلسة على التوالي. ارتفع أيضا مؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.5%. في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2%. أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف بدعم أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك برغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية والمقرر له في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا بنسبة 0.13%، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%. كما ارتفع أيضا سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع رقائق بنسبة 0.4%. أعلنت الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات الصلب اليابانية سنويا. وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق الجديد الذي يستثني الألومنيوم بناء على طلب اليابان سيدخل حيز التنفيذ في أول إبريل، ويتطلب من اليابان اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب والتي تتركز على حد بعيد في الصين. أضافت وزارة التجارة الأمريكية 33 كيانا صينيا إلى ما تطلق عليه قائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها والتي تتطلب أن تمر عبر إجراءات إضافية. وأكدت الوزارة أنها تتخذ هذه الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات وإمكانية الاعتماد عليها فيما يتعلق باستخدامها للصادرات الأمريكية. وقد شملت القائمة شركات مدرجة بالبورصة وجامعات، بالإضافة إلى موردين لقطاعات الطيران والإلكترونيات.
أطلقت وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2022، والذي يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات التنمية رغم جائحة كورونا. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أن تقرير البنك الدولي يتضمن توصيفا للاقتصاد المصري، حيث يركز على الإصلاحات الهيكلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمية. وقد شارك في اللقاء وزير الاتصالات عمرو طلعت بهدف عرض خطة الدولة للتحول الرقمي وجهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قطاع الاتصالات بالتحديد بيتاخد كأحد القطاعات الداعمة جدا في قدرة الاقتصاد على الصمود من الجائحة، وده برضو دليل على انه، وده يمكن كان مرصود في التقرير، ان الإصلاحات المالية والنقدية اللي خدتها الدولة المصرية وايضا الدعوم اللي حصلت للعمالة في بداية الأزمة دي كلها كانت محفزات مهمة جدا سندت الاقتصاد وساعدت على النمو المتميز لمصر في الجائحة. ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التدريب تضاعفت 22 مرة في خلال 3 سنوات فقط، وعدد المتدربين المستهدف هذا العام هو 50 ضعف العدد الذي كان مستهدفا قبل 3 أعوام لا أكثر. هذه الأرقام تدل على تركيز الدولة المصرية على الاستثمار في شبابها وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بفاعلية واقتدار. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لأميمة ومحمد، إليكم. شكرا لك ميرفت.